لم أرى إنسان يأتي إلى أسيليا ولا يحبها سوى كان من شعراء الأفارقة أو من أمريكا اللاتينية أو من الأمريكان أو من الأوروبيين، كلهم يقعون في حب أسيلة، وأنا واحد من هؤلاء. لما أنا زرت المغرب فيها سحر، هذه المدينة سحر سحر، ولا تستطيع أن تفسر بالكلمات هذا السحر، فيه عواطف وشائج داخلية وعواطف ومشاعر ما تقدرش أنت تفسرها بالكلمات. هذا يعود إلى الشخص وهو محمد بن عيسى، أحب مدينته وسافر عبر العالم، وأنت تعرف اللي هو درس في مصر ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كان موظف سامي في العديد من الدول الإفريقية حتى في روما كذا. ولكن بعد إذن يعني في 78 لما فكر أنه هذه المدينة سيجعل منها شيئا ما، والطموح تحقق. يعني المرة اللي لك هو حلم كبير، يعني مثلا أقول لك حاجة بكل صراحة، لما أكون في أسيلة نشعر براحة روحية لا أشعر بها في أي مدينة أخرى بما فيها تونس. حسون مصباحي، من الممكن أن نطلق على هذا الرجل صفة الرحالة، فهو منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي غادر تونس مدفوعا برغبة اكتشاف العالم، وبالتالي برغبة اكتشاف نفسه أو وحدته واختبارها في مرآة الآخرين، فجال أوروبا وأمريكا ومغرب البلاد ومشرقها، وكان يستقر قليلا هنا وكثيرا هناك. لذا يمكن أن تكون كل مدينة في هذا العالم موطنا لهذا الكاتب التونسي. التقيت به في أصيلة خلال موسمها الثقافي السنوي، وأصيلة من المدن التي تشعر زائرها بالإلفة والحب وبالانتماء إلى زرقة نوافذ بيوتها. أما تونس لم تكن وطنا وذاكرة وأحلاما فقط بالنسبة له، بل هي في صلب اهتماماته وأشواقه، وتشغله بمقدار ما يشغله نصه الروائي، ولها عليه دين وله عليها دين آخر. ولأن حسون ينتمي إلى ذلك الجيل الذي تكون في ستينات القرن الماضي، كان لابد له أن يتأثر بتياراته وأفكاره، أي بتيارات وأفكار تلك المرحلة، ويرفع شعاراتها. وذهبت به جرأته أن يهاجم عبر مقالة زعيم تونس، زعيم البلاد الحبيب بورقيبة، مما أدى إلى اعتقاله وسجنه، ولكن صدفة أخرجته من السجن، وهي أن المغنية الأمريكية اللاتينية جون بيز، التي كانت ضيفة مهرجان قرطاج عام 1974، ناشدت الرئيس بورقيبة للإفراج عن أبنائه سجناء الرأي. وكما يروي أن الرئيس الحبيب بورقيبة لم يكن على علم بهذا الأمر، فاستفسر من وزير داخليته عن سبب اعتقال هؤلاء الشبان، وطلب منه أن يحضرهم إليه على الفور. فدخلنا على مكتبه في الساعة 6 مساء، وكان صيف، وخرجنا من الزنازل المرعبة التي فيها الفئران والقمل إلى غير ذلك، وأخذونا على بورقيبة، وأول من نادى على اسم، كنا 40، قال نادى على اسمي، فوقفت، فقال لي أنت نعتني بالعميل الأكبر، فرجف قلبي وخفت، يعني قلت إذن يعني لا هذا يعني. فقال لي شوف، من أي منطقة؟ قلت له أنا من حفوز. قال لي حفوز كانت في عهد الفرنسيين اسمها بيشون، أنا رديتها اسمها حفوز، وقدت النضال الوطني من أجل الاستقلال، كيف أكون عميلا؟ بعدين قال لي أنت في البحث متاعك تقول أنك أنت مهتم أو متأثر بالماركسية اللينينية، قال لي أنت قريت رأس المال لماركس؟ قلت له لم أقرأ ولا صفحة واحدة. قال لي الأفضل أن تمشي تشتغل على عائلتك لفايدة عائلتك، وأن تكف عن هذا، عن هذه المغامرات، عن هذه المغامرات الفاسدة، أعمل مغامرة حقيقية وأقرأ ولتستفد منك عائلتك ولتستفد من نفسك ومن دير. أنا فتحت المدارس لكي تتعلم لا لكي تخرب البلاد. صحيح. وكان الدرس الأول في حياتي، لأني بعد إذن قلت أنا لست مؤهلا للعمل السياسي، وتركت العمل السياسي غير آسف،
أنا لا أصلح للعمل السياسي، ربما أصلح لشيء آخر، وعدت إلى الكتابة التي انقطعت عنها، بدأتها في السن المبكرة وعدت إليها بعد هذا الدرس السياسي الذي لا يزال راسخا في الذاكرة. وهذا الدرس وهذه الحادثة وثقت الصحف آنذاك بتونس؟ مرت على التلفزيون. مرت، نعم. وعلى الإذاعة. حلو أكون مأرشف، نعم. أكيد، بالتأكيد. أنا صغير في ذاك الوقت، عمري 23 سنة. نعم. وأستقبل من طرف زعيم البلاد، هذا شيء، هذا بالنسبة لي. يعني أنت محظوظ. طب أنا أحب هذا الحدث حتى ولو أنا يعني لا، لأنه هو أشار إليك إلى ما بناه. لا، لأنه وليس إلى وليس فقط إلى ما كتبته أنت. شوف عزيزي، ما كانوا يسمون في ذلك الوقت بالرفاق، طبعا قالوا هذا يعني تخاذل وخيانة، وكيف أنت يعني وضعف، ولكن أنا مع الزمن، مع مرور الزمن، اكتشفت أنه بطولة حقيقية. علاش بطولة؟ لأنها ضد نفسي، أنا اكتشفت نفسي. نعم. أنا نعم. أصبحت أعرف إلى أي حد يمكن أن أفعل شيء ما. نعم. يعني التهور، فقدت التهور. غادرت، أنت لم تسجن فترة طويلة، أيام أو شهور؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر، نعم. وكنت محكوما بسنتين، ولكن العفو متاع جاء رئيس بورقيبة. بعد هذا فبعد أربعة أشهر خرجت. نعم. نعم. ولكن غادرت إلى ألمانيا. شوف، يعني اخترت نوع، غادرت إلى ألمانيا وليس لأجل التعلم أو يعني متابعة الدراسة أو العيش. يعني عما كنت تبحث هاجرت إلى ألمانيا؟ شوف، أنا بعد ما خرجت من السجن درست الفرنسية في المعاهد الثانوية لمدة سنتين، ولكن كانت مش يعني الشرطة كانت تراقبني في أي عمل أقوم به إلى غير ذلك. بعد سنتين فصلت من عملي ظلما، يعني كانوا يراقبوا فيا على الماضي متاعي نتيجة الحادثة. يعني وعشت أنا سنوات ممنوع من السفر، وعشت التشرد، وعشت الجوع، وواجهت صعوبات في زهرة شبابي. وأنا من عائلة فقيرة، من عائلة كذا، فكنت أعيش أياما وسنوات صعبة جدا. في الثمانينات بعد أحداث قفصة صار هناك انفتاح سياسي ومنحت جواز السفر، وبورقيبة أطلق سراح العديد من المساجين السياسيين أو جلهم ألقى. نعم. فعندئذ قلت سأسافر، أترك هذه البلاد وأبحث عن نفسي وأبحث عن أفاق جديدة بالنسبة لي، لأنه كان يهمني في ذلك الوقت هي الكتابة. اكتشفت أنه ربما أستطيع أن أفعل شيئا ما في الكتابة، فقلت الآن ستكون مغامرتي مغامرة معرفية. خذيت جواز سفري وهمت على وجهي في أوروبا، من باريس إلى مدريد إلى لندن إلى وتعرفت على كتاب كثيرين كبار فرنسيين وغير فرنسيين، وبدأت أعمل في الصحف العربية المهاجرة، الوطن العربي، الدستور إلى غير ذلك. وتعرفت على سيدة ألمانية كانت في ذلك الوقت تدير مجلة فكر وفن، وذهبت معها إلى ميونخ لأعد ملف عن الأدب التونسي. فأعجبتني المدينة، علاش؟ لأنه باريس لا أشعر بالغربة، كأنك في تونس. كأني في تونس، يعني المغامرة التي أبحث عنها لم تجدها في باريس. لم أجدها في باريس، وجدت نفسي يعني كأني في تونس بالضبط مثل ما قلت. فذهبت إلى ميونخ لأعيش المغامرة، وعشتها بالفعل، ولكن اكتشفت أولا أن الشعب الألماني شعب رائع، عكس ما يقولوا عنه، يروج. علمته الحياة والحروب. علمتني أولا الوقت، وقربته المرأة بالضبط، لأن المرأة هي اللي صنعت، بنت ألمانيا بعد انهيار النازية صنعت الألمان المرأة. تعلمت من ألمانيا الكثير الذي لا يزال إلى حد الآن في حياتي راسخا يعني وفاعلا إيجابيا في حياتي، في احترام الوقت، في احترام العمل، في احترام النظافة، في كثير من القيم التي تعلمتها في تلك البلاد، وبفضل أصدقائي الألمان من فنانين وصحفيين، لأني كتبت أيضا في الصحف الألمانية الكبيرة بمساعدة السيدة إرتموتا هيلر رحمها الله، التي توفيت سنة 2016، وكان لي يعني الحظ أني أنا أنعيها في الكنيسة في ميونخ. يعني الصداقة، العائلة هي التي طلبت إرتموتا هيلر، معروفة في العالم العربي، وعملت أفلام للدفاع عن القضية الفلسطينية.
تعرف الدفاع عن القضية الفلسطينية في ألمانيا أمر صعب، ولكن هي تجرأت على ذلك وكتبت عن أدباء ومفكرين عرب، ومعها أنجزت فيلم عن نجيب محفوظ. لما كنا يعني نقوم بتصوير هذا الفيلم في نهايته هو نال جائزة نوبل في سبتمبر 1988، وكان حدثا كبيرا نجيب محفوظ. نعم نعم. أنت اليوم وين؟ هذا شق آخر. أنت أنا اليوم في تونس، يعني بعد هجرة طويلة، هجرة ثقافية. أنا ما مشيتش يعني بحثا عن عمل، مشيت كمغامر، يعني مشيت نحب نتعلم من ثقافات أخرى، واخترت ألمانيا. واخترت ألمانيا، مش اخترتها، لأن الصدف أيضا ساعدتني أن أذهب إلى ألمانيا. الغربة اللي تخليك أنت تستمتع، الامتحان الحقيقي. لكن لما مشيت لألمانيا لأول المرة الأولى، شعرت أنه طبعا سأعاني، قلت سأواجه مصاعب، لأني لا أتكلم لغة في ذلك الوقت ولا أعرف ناس، ولكني قلت هذه هي الغربة الحقيقية التي سأتعلم منها. وفعلا صمت. طبعا هناك ناس ساعدوني، كما الدكتورة إردموتا هيلر اللي كانت مديرة فكر وفان، وكانت امرأة عظيمة، توفيت 2016، وكانت امرأة عظيمة تكتب في كبريات الصحف الألمانية، وتكتب عن شعراء كبار كما البياتي، كما أدونيس، كما محمود درويش. وهذه المرأة ساعدتني على أن أستقر. قلت لها أنا اللغة، قالت لي لا يهم، إذا كانت تحب أنت تعمل تجربة فلابد أن تبدأها بالشيء الصعيب مش من السهل، لأن المغامرة مهوش سهلة من البداية. وإذا ليست مغامرة، هي امتحان الصعب. امتحان الصعب بالضبط. بقيت 20 سنة في ألمانيا. بقيت 20 سنة. 20 سنة. يعني كنت ومشروعك الكتابي الحقيقي بدأ في ألمانيا. في ألمانيا، لأني لما خرجت في من تونس كانت عندي مجموعة قصصية واحدة ومقالات في الصحف والمجلات. تحكي قبل أكثر من 35 سنة بالضبط، يعني بداية الثمانينات. يعني كنت سافرت إلى باريس، سافرت إلى مدريد، كنت يعني أبحث عن نفسي. لكن الكتابة الحقيقية تحققت، يعني مشروع كتاباتي اللي كنت أحلم بأن أكتبها تحقق في 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 ميونيك، أو في الوحدة متاع ميونيك. لأنه وليت أنا ما نقومش الصباح حتى نشوف مثقفين توانسة ونتسارع معهم ونحكي معهم، لا، كنت أشوف نفسي، يعني أستيقظ أرى نفسي، أستيقظ أرى نفسي، أرى يعني تعلمت أن أعيش في الوحدة ولا أحتاج إلى الآخرين. هذا مهم جدا بالنسبة للفنان، أنه يعيش الوحدة ويعيش الصمت، ويوجد نفسه أنه لابد أن يكتب وأن يتعلم وأن يقرأ لكي ينجز المشاريع. أنت هناك على المستوى الأكاديمي أنجزت شيء، مش عملت فقط كثير من الكتب، يعني عملت مثلا لا دراسة ما أعتني بالدراسة. أنا كنت كنت أريد أن أعيش في الشارع وأتعلم في الشارع، يعني الجامعات والأشياء. خيار صعب هذا. طبعا كنت أنا أريد أن أتعلم من الرسامين، من الكتاب، من السفر، ما يعني الجامعة هذه أشياء متاحة للكل. بس هذا الخيار لا يمكن أن يستطيع أن يذهب إليه الكل. خيار صعب. نعم. ولأنه خيار يمكن إذا فشلت تصير في الشارع مدمر. تصير في الشارع أي طبعا يصير مدمر. يعني أنت تخسر حياتك كلها إذا لم تستطع أن تحافظ على التوازن النفسي، ثم أن تواجه المصاعب بقوة، بقوة شخصية، يعني فهمت؟ لأنه أنت تواجه هناك مثلا أنك ذات يوم تجد نفسك مفلس مثلا، كيف ستعيش؟ السؤال الصعب، وأنت تعيش هذه المغامرة تلو المغامرة ولست مؤمنا. ولكن مع ذلك أنا عشت وما زلت إلى حد الآن. تلك التجربة اللي اكتسبتها في ألمانيا أنا أعيش بها في تونس. نعم. يعني وأنا في تونس أعيش منفى داخلي، ما عنديش علاقات أنا بالأجواء الثقافية في تونس. ما عنديش علاقة، أنا عندي علاقة مع عالمي الداخلي. فهكذا يعني أن الآن أنا سأحكي لك أن مثلا نبني في بيت في القرية اللي أنا ولدت فيها، وسأضع فيها كتبي. هذا مشروع جميل عملته حتى نوريهم أنه العودة يعني بعد رحلتي الطويلة عبر العالم
والتيه وكذا، سأعود إلى ذلك البيت البسيط اللي أنا أضع فيه كتب ولوحات صغيرة. لابد في نهاية اللعبة من العودة، إذا أمكنت العودة إلى المنبت أو إلى البيت الأولي أو إلى طلوله أو أثره لإعادة توليف شيء ما، وهذا ما يرغب به الكثيرون ممن أبعدتهم خياراتهم وظروف حياتهم عن بيوتهم وأوطانهم الأولى. حسون مصباحي رغم تسكعاته الطويلة في العالم أراد أن يرد دين البلاد في بناء مكتبة يجمع فيها حصيلة سنوات الترحال. كيف كنت تتواصل مع أهلك؟ يبدو أنت تركت، طبعاً تركت الضيعة وتركت الأهل وتركت البلدة وغادرت نهائياً، يعني كيف كانت العلاقة بينك وبين الأهل، بين الوالد، بين كيف كان، رأيهم هني رأيهم لمسارك لاختياراتك؟ والله أنا منذ البداية كنت يعني الخروف الأسود في العائلة، يعني لا أفاجئهم بمغامراتي وبقراراتي، يعني خرجت على العائلة، فلذلك تبدأ روايتي هلوسة الترشيش أو العودة إلى الترشيش كما في الترجمة الأدبية، نقول خان أجداده البدو في كل شيء إلا في الترحال والتيه. يعني أنا خنت العائلة وخنت التقاليد وخرجت عن تلك التقاليد وذهبت إلى، ولكن كانت الصلة متواصلة بتونس لأنه عالمي هو تونس، أنا أكتب دائما عن تونس ومسكون بتونس. لا وكانت صلتي طبعا الوالد توفي وأنا صغير، لكن كانت صلتي قوية جدا بأمي، صلة روحية. وأمي يعني علاش أحبها جدا؟ لأن شفتها كيف تتعذب في تربية 8 من الأولاد بعد وفاة الأب، وكانت تشتغل ليلا نهارا يعني في الفلاحه وفي الزي حتى يعني تؤمن مستقبلنا الدراسي الى غير ذلك. فصلتي ظل، ثم لم اكن ممنوعا بالدخول الى تونس او الخروج منها. يعني انتهت. نعم. فلذلك يعني بمعظم كتاباتك انت طبعا هي تفاصيل حياتك هي الموجوده في هذه الاعمال غالبا، يعني ومنها تطل على تونس وعلى تاريخ تونس على. نعم. شوف أنا لما عدت إلى الكتابة بعد ذلك التجربة السياسية التي حدثتك عنها، يعني بعد تجربة السجن ذهبت إلى القرية لأكتشفها من جديد. يعني اكتشفت أن الناس الذين أعيش بينهم ليسوا بتلك يعني السطحية التي كنت أظنها، وجدتهم عميقين، ناس عندهم أيضا فلسفتهم للحياة وللموت وللوجود وللعمل. وبدأت أدرس أنظر إليهم نظرة أخرى لم تكن موجودة عندي على الإطلاق، كانت مغيبة أو أنا الذي غيبتها. وكتبت مجموعتي الأولى من مستوحاة من القرية اللي هي حكاية جنون ابنة عمي هنية. فعلا هي ذيك التي جعلت مني يعني أصبح معروفا في تونس ثم في العالم العربي بعد إذن. إذن سيرتي بتونس، الروح متاع تونس والتقاليد وتاريخها دائما أنا أعود إلى، ولازلت إلى حد الآن كل مرة أكتشف وجه جديد لتونس، سواء الريف الذي عشت فيه، سواء تاريخها القديم عندما مثلا سقط نظام بن علي. عدت إلى تاريخ تونس وأنا في ذلك الوقت في منحة ألمانية بلوس أنجلوس بأمريكا، وكتبت روايتي أشواك وياسمين. كل أعمالي هي مستوحاة من تونس، سواء تونس الحالية في تحولاتها وتغيراتها أو تونس القديمة، يعني تونس قرطاج مثلا تحضر، تونس القرن التاسع عشر، لأنه القرن التاسع عشر حدثت في أحداث كبيرة، منها انتفاضة اللي سماها انتفاضة العربان اللي هي انتفاضة القبائل متاع 1864، وكانت شبيهة بنفس الانتفاضة بالانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي. الانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي حدثت قبلها انتفاضة في نفس المنطقة. شوف التاريخ يعيد نفسه. يعني هذيك منطقة سيدي بوزيد وقفصة والقصرين شهدت انتفاضة مشابهة لانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي في 1864. أنا لست مؤرخا. كتبت عمل أشواك وشيء عن هذه أشواك وياسمين. أشواك وياسمين. لكي أبين أنه مثلا عندما ظهر السلفيون المتشددون الدينيون عندما ظهروا في تونس، تعجب التونسيين قالوا هذه ظاهرة جديدة، ونسوا أن الفتن الدينية قديمة في تاريخ تونس.
ألا تعرف أن تونس عرفت لمدة 100 سنة نزاعات وحروب دموية بين الشيعة والسنة؟ وتدمير القيروان؟ كان فيها شيعة طبعاً. الشيعة الفاطميون الذين أسسوا القاهرة والذين عملوا عاصمة المهدية الفاطمية، وبعد تلك الحروب أصبحت تونس سنية مالكية، ولكن قبل ولكن عرفت فتن دينية. نعم نعم. فأنا عدت إلى تلك الفترات لكي أذكر أو لكي أحيي الذاكرة، لأنه أحيانا الشعوب تنسى تنسى. لا، لأن الناس وقت اللي يسقط نظام بن علي يحكون فقط على 23 سنة من تاريخ تونس، وهو الفترة التي أمضاها بن علي في كرسي السلطة، ولكن تاريخ البلاد لا يمكن أن يكون 23 سنة. نعم نعم. يعني تونس عرفت أنظمة فاسدة وديكتاتوريين وناس عملوا وفاسدين إلى غير ذلك قبل نظام بن علي. فلماذا يعني نركز فقط على فترة 23 سنة؟ هذا مسخ للتاريخ. ولذلك الروائي والروائي بالخصوص يتعلم من المؤرخ، ولكن هو ليس مؤرخا. صحيح. إنما يعيد إحياء التاريخ بطريقته الخاصة، يعني مثل ما فعل تولستوي في الحرب والسلم، مثل ما فعل فلوبير مثلا في سالامبو، ويسلط الضوء على تفاصيل وأشياء في الحياة، التاريخ يعني يهملها التاريخ. هذه من مهمة الروائيين. يعني مثل ما يقول كونديرا، يعني الأدب هو في مقاومة النسيان. نعم. والرواية هي في مقاومة النسيان. أنا يعني كل كاتب عندما يكتب أنه لكي لا ينسى الناس فترة معينة، أو لكي لا ينسى الناس وجها من وجوه التاريخ. نعم. شخصية. نعم. سياسية أو دينية. نعم. أو غيرها. نعم. 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 نعم، الرواية هي في مقاومة النسيان، لأنها تؤرخ للذين لا يذكرهم التاريخ، تنحاز للهامشيين، للحكايات الصغيرة التي تدور أحداثها في الزوايا المعتمة والبيوت المنسية أو التي أكلها صدأ السنين.